وقفت زيارة الوفد الحكومي لمحافظة مأرب برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري وكل من وزير الشباب والرياضة ووزير المياه والبيئة ونائبي وزيري الإعلام والصحة رسائل إيجابية كثيرة، لعل أبرزها إظهار نية الحكومة في العمل من داخل اليمن، كون ذلك يعني ملامستهم من المواطنين ومعالجة المشكلات التي يعانون منها على ضوء معايشتها ميدانيا، ما يجعل حلها أمرا أكثر سهولة من التعامل معها عن بعد. الوصول على الواقع وإلى أرض الوطن شيء إيجابي. العمل من داخل اليمن من داخل الوطن يختلف عن العمل من الخارج. وصولنا إلى محافظة مأرب أولا نعطي رسالة لأبناء الشعب اليمني إننا يعني في هذه المحافظة، أولا نقدم الشكر الجزيل لأبناء محافظة مأرب وأبناء اليمن عموما على التضحيات الجسام الذي بذلوها في سبيل الدفاع عن أراضيهم والدفاع عن اليمن والنظام الجمهوري والمؤسسات ومؤسسات الدولة. ثانيا نحن نعرف بأن هناك واجب على الحكومة، فمن خلال وصولنا إلى المحافظة سنلتقي بالمعنيين وسنعمل من أجل حل كثير من الإشكاليات حسب الإمكانيات المتاحة. وقد زار الوفد الوزاري المجلس المحلي بمحافظة مأرب للإطلاع على أوضاع المحافظة وسير العمل الإداري فيها. وفي اللقاء الذي انعقد بحضور اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة ومدراء عموم المكاتب، طرحت قضايا المحافظة في نقاش مفتوح مع وفد الحكومة، ونوقشت العوائق الإدارية الناتجة عن الحرب الدائرة ضد الميليشيات الإنقلابية ومدى تأثيرها على الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين والنازحين في المحافظة. وقد لاقت القضايا المطروحة تفاعلا من قبل وفد الحكومة ووعودا بالعمل على حلها خلال الفترة القادمة. نحن هنا لتلمس أحوال الناس، لدراسة بعض القضايا وبعض طلبات محافظة مأرب والجوف، ونحاول نطب على أوضاع في هذه المحافظة وأيضا محافظة الجوف، ونسمع إلى الأخوة المسؤولين في هذه المحافظة وإلى السلطة المحلية. وما سمعناها اليوم شيء إيجابي، وإن شاء الله في خلال الأيام القادمة يعني نلتقي بالأخوة في قيادة المحافظة في محافظة الجوف، والحكومة ستعمل بكل ما تستطيع من أجل الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها. وتأتي هذه الزيارة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتؤكد قرب إنهاء الانقلاب وعودة الدولة لمسارها الطبيعي.